انا اتمنى ان انا اشوف مباراه تليق بسمعه الكره المصريه. يعني الزمالك ان شاء الله 2-1. انا متوقع اداء كويس من النادي الاهلي، احنا اعلى، هنقدم ماتش كويس، في جاهزيه عند اللعيبه. الزمالك عنده نقص كتير، عنده الناحيه اليمين فاضيه المسلوسي وحازم مفيش، عبد الغني لسه راجع من اصابه. باذن الله الاهلي هيكسب، وهيكسب مكسب كبير باذن الله. ان شاء الله الزمالك 3-1. عزيزو بن شرقي متوقع اداء ان شاء الله طبعا النادي الاهلي. نتيجه انا شايف هيبقى فرق 3 4-1 3-0 5-2. يعني انا شايف ان النتيجه هتبقى ان شاء الله سلبيه للزمالك ايجابيه للنادي الاهلي. الزمالك هيكسب 1-0.